زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تم الكلام في الدرس الماضي عن الحديث الأول من أحاديث باب الأدب من كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونكمل في الكلام عن بقية أحاديث الباب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله هو رواية الإمام مسلم في صحيحه، وأما اللفظ المتفق عليه فهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه، رواه البخاري ومسلم. وقوله في الحديث فهو أجدر أي أحق، مشتقة من الجدر الذي هو أصل الشجرة، فكأنه ثابت بثبوت الجدر. وقوله تزدر أي تحقر. وهذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن جرير رحمه الله: وغير هذا حديث جامع لأنواع من الخير. لأن الإنسان إذا رأى من فضل عليه في الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك، واستصغر ما عنده من نعمة الله تعالى، وحرص على الازدياد ليلحق بذلك أو يقاربه. هذا هو الموجود في غالب الناس. وأما إذا نظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه فيها ظهرت له نعمة الله تعالى عليه، فشكرها وتواضع وفعل فيه الخير، يعني استعمل النعمة في طاعة الله تعالى. ويروى عن عون بن عبد الله بن عتبة أنه قال: صحبت الأغنياء فلم أرى أحدا أكبر هما مني، أرى دابة خيرا من دابتي، وثوبا خيرا من ثوبي. فلما سمعت هذا الحديث صحبت الفقراء فاسترحت. لأن الإنسان إذا سعى ليجاري من هو معهم وكانوا أغنى منه يتعب ماديا، يتعب ماليا، لا هو يدركهم ولا هو يستريح، يبقى يحس أن هنالك فرق، أن هنالك فرقا بينه وبينه. أما إذا خالط من هو مثله أو من هو دونه فهذا مستريح. قال: فينبغي للعبد أن لا ينظر إلى تجمل أهل الدنيا فإنه يحرك داعية الرغبة فيها، من كثرة المخالطة لمن هو أغنى منك هذا يحرك داعية الرغبة في نفسك لتكون مثله. وبالذات إذا خالط النساء النساء يتطلبن مثل ما عند الأخريات فيتعبن أزواجهن. ولذلك من الحكمة أن يخالط الإنسان ويصاحب ويتزاور مع من هم مثله أو أدنى الناحية الاجتماعية. نعم هو لا ينقطع عن من فيه خير من الأغنياء، ولكن ليست تلك المخالطة والملابسة والتداخل الأسري والعائلي الكبير الذي يجعله يتعب. ولو أنهم دعوه إلى مأدبة ثم أراد أن يدعوهم يضطر أن يعمل مثل ما وضعوا له لئلا يكون أنقص، وهم يستطيعون وهو لا يستطيع، فتركبه الديون وتلحقه الحسرة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقوله ولا تمدن عينيك أي لا تطل نظرهما بطريق الرغبة والميل إلى ما متعنا به من زخارف الدنيا كالبنين والأموال والمنازل والملابس والمطاعم. طبعا المطاعم جمع مطعم، يعني المآكل. أزواجا منهم أي أصنافا منهم. والله سبحانه وتعالى خلق الخلق متفاوتين كما ذكر في كتابه: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض
وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالناس متفاوتون في المال وفي العقل وفي القوة وفي الولد وفي كل شيء، حتى في الصورة الخلقية هذا أجمل من هذا، وهذا أبيض من هذا، وهذا أطول، وهذا أقوى، وهكذا. قال: ويقال إنه لا يمكن أن تجد اثنين متساويين في كل شيء حتى وإن تقاربوا في الشبه جدا، فلا بد أن يكون بينهم تفاوت. فإذا كانوا متفاوتين فمنهم العالي ومنهم النازل، فعليك أن لا تنظر إلى العالي حتى لا تحتقر نعمة الله عليك، بل انظر إلى من دونك. ومما يستفاد من هذا الحديث أن نظر الإنسان إلى من هو دونه في أمور الدنيا يقيه من الوقوع في الحسد. قال الحافظ رحمه الله في هذا الحديث: دواء الداء. لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم يأمن أن يؤثر فيه ذلك حسدا، ودواؤه إذا جاء داعي الحسد أن ينظر إلى من هو أسفل منه ليكون ذلك داعيا إلى الشكر. يعني في أمور الدنيا تنظر إلى من هو دونك، في أمور الدين تنظر إلى من هو فوقك. وفي حديث الباب أن طمأنينة القلب لا تحصل إلا بالقناعة بما قسم الله سبحانه وتعالى للعبد، فإذا قنع نفسه وألهم شعوره نعم الله عليه حصلت له راحة نفسية وطمأنينة قلبية ورضي بما قسم الله له، فلا تطمح نفسه في أمور الدنيا إلى من هم أعلى منه، ولا تمتد عيناه إلى من هم فوقه فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد أمته إلى طريق القناعة ودلهم على منهج الرضا، ولذلك أمرهم أن ينظروا في أمور دنياهم إلى من هو أسفل منهم وأقل حظا، فإن العبد مهما افتقر فسيجد من هو أفقر منه، ومهما مرض فسيرى من هو أشد منه مرضا، وإن كان ذعاها فسيجد من هو أعظم منه عاهة وأشد بلاء. فإذا أمعن النظر فسيجد أن الله تعالى فضله على كثير ممن خلق تفضيلا. قال ابن بطال رحمه الله: ولا يكون العبد على حال خسيسة من الدنيا إلا وجد من أهلها من هو أخس منه حالا. فإذا تفكر في ذلك علم أن نعمة الله وصلت إليه دون كثير ممن فضل عليه بذلك من غير أمر أوجبه، هو ما فعل شيء حتى يستحق هذه النعمة ويستجلب هذه النعمة، فيلزم نفسه الشكر فيعظم اغتباطه بذلك في معاده يعني يوم القيامة. فالقانع بما رزقه الله تعالى يكون هادئ النفس قرير العين مرتاح البال، فهو لا يتطلع إلى ما عند الآخرين ولا يشتهي ما ليس تحت يديه، فيكون محبوبا عند الله وعند الناس. كما قال الشاعر: هي القناعة فالزمها تعش ملكا، لو لم يكن منك إلا راحة البدن. وكان محمد الواسع رحمه الله من السلف من أهل الدين والتقوى والصلاح والعلم، يبل الخبز اليابس بالماء ويأكل ويقول: من قنع بهذا لم يحتج لأحد. متى الإنسان يمد يده ويسأل ويقترض؟ لما ما يقنع بما لديه. ودخل أعرابي البصرة فقال: من سيد أهل هذه القرية؟ قالوا: الحسن. قال: بما سادهم؟ ودخل يسأل: من أفضل واحد في هذه البلد؟ قالوا: الحسن البصري. قال: بما سادهم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. فهذا أرفع واحد في البلد، ما هو هو أغنى واحد من ناحية المال طبعا، لكن احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. وقال الشافعي رحمه الله: رأيت القناعة رأس الغنى، فصرت بأذيالها متمسك، فلاذا يراني على بابه ولاذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك. فهذا هو الواجب على الإنسان في أمور الدنيا، أن يقنع بما رزقه الله وأن ينظر إلى من هو دونه في الرزق ليعلم قدر نعمة الله عليه. أما في أمور الآخرة وفي أمور الدين فإنه ينظر إلى من هو أعلى منه ليعتبر وينظر في التقصير الذي هو عليه،
لأنه يرى من هو أعلى منه في الدين فيقارن نفسه به فيرى نفسه مقصرا فيندفع إلى العمل للتعويض ويغبط من هم أفضل منه في الدين ويقتدي بهم للحاق بهم، ويحصل عند ذلك التسابق في الخيرات الذي أمر الله به فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، وقوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقوله تعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولهذا قال الحسن رحمه الله من نافسك في دينك فنافسه ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. ننتقل الآن للحديث الثالث في الباب، وهو حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. في هذا الحديث بيان ما هو البر وما هو الإثم. الصحابة كانوا يهتموا بالتعريفات ليعرف حد هذه الكلمة ومدلول هذه الكلمة ومعناها، هذه كلمات وردت في نصوص شرعية لابد من معرفة معاني هذه الكلمات وحدود هذه الكلمات. فأما البر فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه للنواس أنه حسن الخلق. قال العلماء البر يكون بمعنى الصلة وبمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة وبمعنى الطاعة، ولكن البر من؟ فإذا فيها الإيمان والتقوى وقام الصلاة وفيها حسن الخلق وفيها حسن العشرة والصلة، فالبر يطلق على عدة معاني. ذكر هنا في الحديث أحدها. الكلمة هذه في الحقيقة من المجامع، من جوامع الكلمة البر، ولذلك ترى في الوصايا إذا أراد أن يختار الموصي كلمة جامعة لمصارف كثيرة جدا ينفق فيها ماله بعد موته قال مثلا أوصي بثلث مالي في أعمال البر، ليدخل فيها أشياء كثيرة جدا، فيرتاح القائم على الوصية لأنه سيجد أمامه طرقا كثيرة خطرت ببال الموصي أو ما خطرت، وربما تستجد أشياء وأمثلة للبر بعد موت الموصي، فتبقى وصيته مفتوحة عامة لكل ما يتضمن هذه الكلمة من المعاني. قال ابن رجب رحمه الله البر يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والطاعات الظاهرة كإنفاق الأموال فيما يحبه الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر على الأقدار كالمرض والفقر، وعلى الطاعات كالصبر على لقاء العدو. وقد يكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس شاملا لهذه الخصال كلها، لأن حسن الخلق يشمل التخلق بأخلاق الشريعة، وهذا يشمل ما يحبه الله من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر على الأقدار كالمرض والفقر، وعلى الطاعات كالصبر على لقاء العدو والصبر على القيام لصلاة الفجر والصبر على الوضوء في البرد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصفته زوجته عائشة فقالت كان خلقه القرآن، لا يعني الخلق فقط حسن المعاشرة والكلام والمعاملة والصلة، وإنما يشمل أخلاق الشريعة كلها من العبادات التي أمر الله بها والآداب التي أمر الله بها والأخلاق التي أمر الله بها. فكلمة أخلاق الشريعة شاملة أيضا من هذه الجهة. ومعنى كلام عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأدب بآداب القرآن في الأوامر فيعمل بها والنواهي فيجتنبها، فصار العمل بالقرآن له خلقا كالجبلة والخلقة والطبيعة لا يفارقه، وهذا من أحسن الأخلاق وأشرفها وأجملها، وقيل إن الدين كله خلق.
ابن رجب جامع العلوم والحكم. أما الإثم فقد جعل له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علامتين: ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس. حاك يعني تحرك، تردد، تلجلج، اضطرب، لم ينشرح له الصدر، حصل في القلب منه شك وخوف من كونه ذنبا، صارت خشية. وكرهت أن يطلع عليه الناس يعني أعيانهم وأماثلهم، لأن بعض الناس ربما يقول: طيب أنا أعمل أعمال ما أخشى أن يطلع عليها هؤلاء العصاة وفسقة. نقول المقصود أن يطلع عليه الناس أهل الفضل، أهل العلم، أهل التقى، الأماثل، الأفاضل، لأن هؤلاء هم المعيار. والنفس بطبعها تحب اطلاع الناس على خيرها، فإذا كرهت الاطلاع على بعض أفعالها فهذه الأفعال لا تقرب إلى الله في الغالب، وأيضا لم يأذن بها الشرع في الغالب، ولا خير فيها ولا بر في الغالب، وإلا لما كره أن يطلع عليها الناس. طبعا هذا لا يشمل مثلا كراهية بعض المتقين والمخلصين أن يطلع الناس على أعمالهم وصدقاتهم خفية وعباداتهم بالليل، لأن هذا الكره من الإخلاص، وإلا فلو حصل بدون قصد منهم لكان ذلك عاجل بشرى المؤمن. فلو أنت أخفيت عملا صالحا واجتهدت في إخفائه ثم كشفه الله للناس بدون قصد منك، هل أنت تغتم وتكره هذا من جهة تعجيل البشرى في الدنيا؟ الجواب لا، تلك عاجل بشرى المؤمن. وأيضا لا يدخل في الحديث وكرهت أن يطلع عليه الناس ما جاءت الشريعة بالأمر بستره عن أعين الناس كالعورات. العورات كل واحد يكره أن يطلع الناس، كل واحد صاحب فطرة سليمة يكره أن يطلع الناس عليه في قضاء الحاجة مثلا، فهذا غير داخل في الحديث. لكن لو صار عندك التردد في شيء، هل هذا إثم أو لا؟ فمن المعايير التي جاءت بها الشريعة لتعرف أنت يا عبد الله ويا أمة الله هل هذا الفعل صحيح شرعا أو لا، هل هو داخل في البر ولا داخل في الإثم، فعندك الميزان وعندك المقياس: ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هو عرف الإثم بهذا، عرف الإثم بهذا، وبناء على ما سبق من تعريف كلمة الناس ما يمكن أن واحد يقول مثلا: أنا أشرب خمرا ولا أكره أن الكفار الذين معي في الشركة يطلعون علي. فنقول ليس هؤلاء هم المقياس والمعيار أن يطلع عليه الناس، الناس الأخيار الفاضل، لأن هؤلاء هم المقياس في البر والإثم، وليس الذي لا يفرق بين المعصية والطاعة، هذا مقياس لا يمكن. وقوله الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس فيها إشارة إلى أن الإثم ما أثر في الصدر حرجا وضيقا وقلقا واضطرابا، فلم ينشرح له الصدر. ومع هذا بالإضافة إلى عدم انشراح الصدر له فهو عند الناس مستنكر، بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه، وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباه، وهو ما استنكر الناس على فاعله وغير فاعله. ومن هذا المعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. وهذا طبعا عند جودة الفطرة ونقائها. وقد جاء في بعض روايات الحديث: والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون، وصححه الألباني. وجاء أيضا عند أحمد والدارمي عن وابصة الأسدي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا لا أريد أن أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه. فيريد أن يسأل سؤالا طويلا جدا شاملا لكل التفاصيل،
قال: وحوله عصابة من المسلمين يستفتونه، يعني جماعة، هذه العصابة تحيط بالرأس. فقال: عنده عصابة من المسلمين يستفتونه، فجعلت أتخطاهم، فلم يراعي الأسبقية والدور. قالوا: إليك يا وابص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخر أنت جاي متأخر، أخر. قلت: دعوني فأدنو منه، فإنه أحب الناس إلي أن أدنو منه. قال: دعوا وابصة، أدنو يا وابصة، أدنو يا وابصة، مرتين أو ثلاثة. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه، فقال: يا وابصة، أخبرك أو تسألني؟ يعني أنه يعرف من الوحي، فسواء أخبرك أو سألته واحد. قلت: لا بل أخبرني، يعني ليزداد إيمانا. فقال: جئت تسألني عن البر والإثم؟ فقال: نعم. خلاص، هذه حصل، هذه من العلامات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي، ومن المعجزات والآيات، لأن معرفة ما في داخل النفوس من الأشياء المضمرة والخفية والمكنونة لا يعلمه إلا الله، يعني غير الشخص الذي هي في نفسه، ما أعلمه إلا الله. فجمع أنامله فجعل ينكت بهن في صدري ويقول: يا وابصة، استفت قلبك واستفت نفسك ثلاث مرات، البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. الحديث حسنه الألباني. فما إليه سكن القلب وانشرح إليه الصدر فهو البر والحلال، وما كان خلاف ذلك فهو الإثم والحرام. وهذا الحديث مقصود به طبعا الأشياء التي، والمقصود بهذا الحديث طبعا ما يكون عند الاشتباه وخفاء الأمر. أما لو كانت القضية منصوص عليها في الكتاب والسنة، هل تحتاج إلى استفتاء القلب؟ لا، لأنه واضحة، بينة، معروفة، محسومة. لكن الحديث يرشد إلى حالة معينة، وما أكثر تعرض الناس لها في هذه الأيام، لأن نحن في آخر الزمان وزمن الفتن واشتباه الأمور ومعاملات مالية وحالات في الأسهم وحالات في بيوع وحالات في كذا وكذا، وفي أنواع النكاح وأنواع وأشياء كثيرة جدا الآن تحدث، وفي اختلاف بين الفقهاء وفي أقوال متعددة. وفي هنا المعيار هذا مهم: ما حاك في النفس، تردد في الصدر، وكرهت أن يطلع عليه الناس. لكن الأمور المحسومة الواضحة المنتهية البينة المجمع عليها، هذه ليست مشمولة في الحديث. الحديث عن حالات فيها اشتباه، ولذلك الأمور المحسومة شرعا لا ينظر فيها إلى انشراح القلب من عدمه، لأنه منتهي. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله: ما ورد النص به فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طيب، ما هو الموقف لهذه الحالة؟ ما هو موقف الصدر والقلب من الأشياء المحسومة شرعا، المعلومة المنصوص عليها، التي قضى الله فيها ورسوله بقضاء واضح بين؟ الواجب انشراح الصدر وتسليم القلب لهذا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا هذا هو الواجب فيما شرعه الله ورسوله: الإيمان به والرضا والتسليم. وأما في حال اشتباه الأمور والمسألة ما فيها نص حاسم علمه هذا الشخص، ليس فيها حكم علمه هذا الشخص بين، اشتبهت عليه المسألة الآن وتردد في هذه الحالة والقضية، فجعل يقول: هل هذه من الإثم ولا من البر؟ هل هذه جائزة أم محرمة؟ وأما في حال
تبين الأمر ومعرفته يقينا أن هذا مما حكم به الله ورسوله فلا بد من التسليم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمر أصحابه بما لا تنشرح به صدور بعضهم فيمتنعون من قوله فيغضب من ذلك، كما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة فكرهوا من كرهوا منهم، وأمرهم بنحر هديهم والتحلل من عمرة الحديبية في صلح الحديبية وكانوا يريدون دخول مكة ولو كان في قتال وجهاد مستعدين للتضحية، لكن أمرهم بعدما صالح قريشا أن يفسخوا إحرامهم وينحروا هديهم ويرجعوا بدون دخول مكة وبدون عمرة. نفوسهم ما قبلت هذا لظنهم أن هذا من الدنية في الدين، وأنه ربما فعل ذلك تخفيفا عليهم أو بداية، يعني ما كان عندهم انشراح بالتأكيد. حتى لما استسلموا للتنفيذ كاد بعضهم يقتل بعضا غما أثناء الحلاقة، ثم وجدوا في شروط الاتفاقية والصلح من جاء من المسلمين إلى قريش لا يرد إلى المسلمين، ومن جاء من قريش إلى المسلمين في المدينة يرد لقريش. يعني هذه هل تقول إنهم كانوا منشرحين؟ لا، في البداية ما كانوا هكذا، صدموا بالأمر ما، ولذلك أمرهم أن يرغموا أنفسهم عليه وبين لهم أنه الآن يفعل هذا وحي من الله وليس اجتهادا للتخفيف عنهم أو مراعاة لأحواله، لا لابد أن يستسلم. فهؤلاء يعني كبار الصحابة، يعني غير أبي بكر الصديق أكثر الصحابة كانوا غير متقبلين نفسيا للأمر هذا، ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام حملهم حملا على الرضوخ له. طبعا هم بالتأكيد يعني عدم تقبلهم لهذا الأمر ليس لهوى ولأنهم يريدون الدنيا ولأنه يخالف شهواتهم، لا، هو كانت القضية منبعها عندهم ديني، على ما نعطي الدنيا في ديننا؟ ليش نرضى لهؤلاء الكفرة؟ نحن أعلى منهم، كيف نرضى؟ ولكن لأن المسألة فيها حكم من الله ووحي من الله الذي يعلم الغيب، وأن هذه الاتفاقية وإن كانت في ظاهرها في غير مصلحة المسلمين لكن في حقيقتها وسيتبين في المستقبل وبالتأكيد أنها لمصلحة المسلمين. فعلى أي حال كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يرغم الصحابة ويأمر الصحابة أن يرضخوا للأمر ولو لم تنشرح له صدورهم، لأن المسألة فيها حكم بين واضح ومعلوم أنه من الله، إنه ربي ولن يضيعني، هذا شيء صادر من الله ولا يمكن أن يأمرني بشيء يضيعني فيه. طيب، الحالات إذن التي ليس فيها نص من الله ولا رسوله ولا عمن يقتدى بقول من الصحابة وسلف الأمة وعلمائها، فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين، إذا وقع منه شيء وحك في صدره بشبهة موجودة ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلا من يخبر عن رأيه، يعني ما في علم راسخ مثلا فتاوى الصحابة سلف الأمة اتفاق الأئمة، وإنما وجد آراء اجتهادات ومختلفة، وقد يكون بعضها ممن لا يوثق بعلمه ودينه معروف باتباع الهوى، فهنا يرجع المؤمن إلى ما حاك في صدره وإن أفتاه هؤلاء المفتون. هذا كلام رجب يقول بالنص، وأما ما ليس فيه نص من الله ولا رسوله ولا عمن يقتدى بقول من الصحابة وسلف الأمة، فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين منه شيء وحك في صدره بشبهة موجودة ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلا من يخبر عن رأيه وهو ممن لا يثق بعلمه وبدينه بل هو معروف باتباع الهوى
فهنا يرجع المؤمن إلى ما حاك في صدره وإن أفتاه هؤلاء المفتون. جامع العلوم والحكم. إذن متى الإنسان يرجع إلى نفسه وقلبه وصدره؟ هذه الحالة. أما لو سأل عالما ثقة فأفتاه بمنع بجواز فهذا ما يستفتي قلبه، خلاص أفتاه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، خلاص أفتاك الثقة. لكن لو ما حصلت ثقة يفتيك، ما عندك إلا من هؤلاء المتساهلين في القنوات الفضائية أو في غيرها، فتاوى الرخيصة، تنازلات وتساهلات معروفين بفتاواهم من زمان وأنت تعرف الحالة هذه، فهنا استفتي قلبك. إذا ما عندك إلا هذه فتاوى هذه الشرذمة استفتي قلبك. أما من تعرف دينه وعلمه واشتهر بتجرده في الفتوى وعدم اتباع للهوى وبقول الحق وبالعلم، إذا أفتاك انتهت المسألة، ما تستفتي قلبك. الحديث الرابع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. إذن هذا الحديث في أدب من الآداب الشرعية، وهو قضية التناجي المنع منه وذكر علته. إذا كنتم ثلاثة يعني في المصاحبة، سواء سفرا أو حضرا، ليلا أو نهارا، لا يتناجى اثنان يعني لا يتحدثان سرا، لا يسر الواحد إلى الآخر بالكلام، لأن المناجاة هي المسارة، ويقال انتجى القوم يعني سار بعضهم بعضا، والمناجاة هي الكلام بصوت منخفض، والمناداة هي الكلام بصوت إيش؟ مرتفع. قال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية. فلما كان بعيدا ناديناه، ولما اقترب ناجيناه. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية. وفي لفظ البخاري ومسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما. قال عيسى بن دينار رحمه الله في شرح الحديث: معناه لا يتسارا ويتركا صاحبهما وحده قرينا للشيطان، يظن بهما أنهما يغتابانه أو يتكلمان عنه بشيء. المنتقى شرح الموطأ للباجي. أو يتفقان على الإيقاع به والإضرار به، سيظن هكذا، لماذا تسارا؟ أو أنه أقل قدرا من أن يسمع مثل هذا الكلام، وأن مستواه ما يؤهله لسماع هذا الكلام، هذا كله يحزن الشخص. ولذلك جاءت الشريعة بالنهي عن المناجاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تناجي اثنان دون الثالث. وهذا النهي كما ذكر النووي رحمه الله وغيره من العلماء أنه للتحريم، فيحرم هذا الحديث على الجماعة اثنان فما فوق المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن. وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة الصحابة ليحزنهم، يعني المنافقون إذا رأوا واحد من الصحابة في مجلس، حدث أن وجد واحد من المؤمنين واثنان من المنافقين أو أكثر، لأجل أن يحزنوا المؤمن اجتمعوا وتساروا ولو بكلام تافه وسخيف، المهم أن يحزنوا ذلك المؤمن. هذا كان من صنيع المنافقين. فلذلك قال الله: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. فهؤلاء اليهود والمنافقون. وقد قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. وهذا تسويل من الشيطان ليسوء المؤمنين
والشيطان يريد أن يدخل الحزن على نفس المؤمن، ولذلك يريه المنام والحلم السيء ليكدر نفسه ويحزنه. الشيطان يريد هذا، لأن المؤمن إذا صار حزينا ربما قعد عن العمل، ثبط إحباط نفسي، الشيطان يريد هذا. وأما الشريعة فقد جاءت بالنهي عن هذه المناجاة، وصار النهي عن هذه المناجاة من آداب الشريعة. وقد قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته في الآداب: ويكره منك الانحناء مسلما، وتقبيل رأس المرء حل وفي اليد، ونزع يد ممن يصافح عاجلا، وأن يتناجى الجمع من دون مفرد. فالواحد إذا صافحك لا تنزع يدك بسرعة، كأنها تشعر بالرغبة عنه وعدم قابلية النفس لأن يلمسك. طبعا هذا إذا كان من أهل السلامة لا تفعل ذلك. وأما إشعار صاحب السوء بالرغبة عنه فقد يكون من التأديب. طيب، قال: وأن يتناجى الجمع من دون مفرد، يعني لا يجوز أن يتناجى ويفردوه وحده. والانحناء عند السلام منهي عنه كما يحدث في بعض الألعاب الرياضية. وأما التقبيل رأس العالم والوالد وكبير السن وتقبيل يده فهذا لا حرج فيه. والنهي عن تناجي جماعة من دون واحد أو يتناجى اثنان وثالث موجود أمر محرم كما عرفنا، ويشمل تناجي ثلاثة دون الرابع وخمسة دون السادس وسبعة دون الثامن، بل هو أشد. يعني لو قلنا هل تناجي اثنان دون الثالث أشد ولا تناجي تسعة دون العاشر؟ لا شك تسعة دون العاشر. الآن يقول: هؤلاء يتمالؤ علي، كلهم اجتمعوا وأنا أفرد، لماذا؟ هذا أصعب من تناجي اثنان دون الثالث. ولذلك الحديث: لا تناجي اثنان دون الثالث لا مفهوم له من جهة العدد، يعني فقط محصورة بهذه الحالة، لا، حتى لو كانوا عشرة ما تناجى تسعة دون العاشر. وإنما خص الثلاثة بالذكر لأنه أول عدد يتصور فيه وقوع التناجي، وإلا فلو كان اثنين فلا يمكن أن يحدث التناجي من واحد دون الثاني. إيش يقول؟ الآن ستأتي حالات، وستأتينا حالات في قضية أحكام التناجي. حكم تحريم المناجاة هو بالنص، والعلة موجودة فيه من أجل أن ذلك يحزنه. فالتناجي يولد الشحناء والبغضاء والحقد بين المسلمين، وفي أذية لعباد الله، ولذلك لا يجوز ولو للحظات قصيرة. قال الخطابي: وإنما قال يحزنه لأنه قد يتوهم أن نجواهما لسوء رأيهما فيه أو لدسيسة غائلة له. وهذا الأدب النفسي في تحريم التناجي ومنعه من جميل الآداب وعظيم الأخلاق، فإن هذا الثالث الذي انفرد عن صاحبيه في النجوى سوف يستوحش بذلك، وربما وقع في ظنه أنهما يتآمران عليه، أو أن رأيهما فيه سيء، أو يتكلمان في خصوصياته، ويكفي أن تتأذى نفسه بذلك وينشغل باله بالظنون والأوهام، ويفتح الباب لوساوس الشيطان وكيده في توهين أواصر الألفة والمحبة. ما تسارى إلا ضدي، ما تسارى إلا وأنا محتقر عندهما، لا أساوي أن أعرف هذا الموضوع. وقوله من أجل أن ذلك يحزنه يشير إلى أن المناجي إذا كان ممن إذا خص أحدا بمناجاة أحزن الباقين امتنع ذلك. وهل تحريم المناجاة عام في كل زمان ومكان وفي الحضر والسفر؟ فذهب جمهور العلماء إلى أن النهي عام في كل زمان ومكان وفي الحضر والسفر. قال النووي رحمه الله: وهو مذهب ابن عمر رضي الله عنه ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء. وقال بعضهم: إن المنهي عنه المناجاة في السفر دون الحضر، لأن السفر مظنة الخوف،
وكذلك المواضع التي لا يأمن فيها الرجل رفيقه أو لا يعرفه أو لا يثق به ويخشى منه. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلات أن يتناجى اثنان دون صاحبهما. أخرجه أحمد وفي سنده من اللهيعة، وبعضهم صححه بشواهده. وعلى تقدير ثبوت الحديث فتقيد بأرض الفلا يتعلق بإحدى علتي النهي، فتبقى العلة الأخرى. وادعى بعضهم أن حديث النهي عن مناجاة منسوخ، وأن هذا كان في أول الإسلام، فلما فشل الإسلام وأمن الناس سقط النهي وزال هذا الحكم لزوال سببه. ولكن كما قال القرطبي رحمه الله، هذا تحكم وتخصيص لا دليل عليه. وقد حمله ابن عمر على عمومه في الحضر وبعد تقرر الإسلام وكثرة أهله، وذلك أنه من حسن الأخلاق والأدب وعليه أكثر الناس. وقال المباركوي رحمه الله: دعوى نسخ أحاديث الباب أو تخصيصها بالسفر لا دليل عليه. فالقول المعتمد المعول عليه هو أن النهي عام في كل الأزمان وفي السفر والحضر تحفة الأحوال، كما أن ظاهر الإطلاق أنه لا فرق في ذلك بين الحضر والسفر. وقال ابن عربي رحمه الله: الخبر عام اللفظ والمعنى، والعلة الحزن، وهي موجودة في السفر والحضر، فيجب أن يعمهما النهي جميعا. طيب، صور المناجاة المنهي عنها. طيب، يدخل في صور المناجاة المنهي عنها أن يتحدث اثنان بلغة لا يفهمها الثالث، فلو جهر بالكلام لكن رطنا بلغة لا يعرفها الثالث، فهذه مناجاة حتى لو صارت بصوت مرتفع، وتحدث كثيرا خصوصا مع اختلاف الجنسيات في مكان واحد، أو في حال وجود رجل كبير في السن لا يعرف الإنجليزية مثلا، فيتكلم شخصان معه في المجلس بها وهو لا يفهم ماذا يقولان. يدخل في النهي عن التناجي أيضا أن يكتب أحدهما للآخر ورقة وكتابة والثالث موجود فيعطيه إياه فذاك يقرأ، هذا قد يكون أعظم في التناجي. والعلة وهي الإحزان موجودة، ونشوء العداوة والبغضاء والحقد. وكذلك صورة أخرى أشار إليها ابن حجر رحمه الله، قال: تجوز المناجاة إذا كانوا أربعة، فاثنان يتناجيان واثنان موجودان. قال: ويستثنى من ذلك صورة، وهي ما لو كان بين الواحد الباقي وبين الاثنين مقاطعة، فإنه يصير في معنى المنفرد، فلا يجوز لهما التناجي وإن كان معه رابع، لأن ذلك يحزن أيضا، لأنه إذا صارت بينهما مقاطعة فما في تقارب، الآن خلاص كأنه معزول كأنه وحده. طيب، نريد من يبحث لنا مسألة الكلام بالهاتف، اثنان في مجلس فاتصل أحدهما على ثالث وجعل يناديه سر بالهاتف، هل يدخل هذا في التناجي أم لا؟ وهل القصد له أثر؟ يعني لو قصد هذا أن يناجي المتصل به ليحزن ثالث، وبين أن لا يقصد فيتصل واحد على أحدهما فيرد ويكلمه، والثالث ربما لا يسمع، بمعنى أن هذا الذي رد قد خفض صوته. طيب، قد تتصل زوجة أحدهما، قد تتصل زوجة أحدهما لتكلم زوجها، وعنده شخص وهو لا يريد أن يسمع هذا الشخص المكالمة وما يدور بينه وبين زوجته، هذا أمر مفهوم طبيعي، فهل يزول المحذور إذا قال: هذه زوجتي وأستأذنك في مناجاتها؟ لأنه سيسر بالكلام، سيخفض صوته. وهل يزول المحذور لو خرج من المجلس قال: عن إذنك، لكي يكلم زوجته وخرج؟ وهذا يعني يمكن أن يقودنا أيضا إلى حالة ما لو جاء واحد يريد أحد الشخصين في المجلس فقال: عن إذنك يا أخي أنا أريد هذا في موضوع، وأخذه خارج المجلس وكلمه، فمن سيبحث لنا هذه الحالات؟ إذن تكتبها، أيوة،
تشارك؟ طيب في أحد يشارك؟ طيب هناك مناجاة مباحة، منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى تختلطوا بالناس، أي يختلط الثلاثة بغيرهم، فإذا دخلوا في عداد أخرى أو جاء عدد آخر أو جاء واحد رابع وخامس وسادس، جاء أشخاص آخر المجلس، يجوز لهما التناجي. وعلى ذلك فإذا كانوا أربعة لم يمتنع تناجي اثنين بإمكان أن يتناجى اثنان الآخران، وقد ورد ذلك صريحا فيما أخرجه البخاري رحمه الله في الأدب المفرد وأبو داود، وصححه ابن حبان عن ابن عمر رفعه، قلت فإن كانوا أربعة قال لا يضره. قال النووي إذا كانوا أربعة فتناجى اثنين دون اثنين فلا بأس بالإجماع، شرح مسلم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد أن يسارر رجلا، أفرض أن يريد أن ينصحه سرا لكي لا يفضحه، وكانوا ثلاثة يعني فيه في المجلس ثالث، دعا رابعا ثم قال للاثنين استريحا شيئا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر حديث. فابن عمر كان إذا أراد صاحبه في المجلس بكلام خاص وهناك ثالث ذهب ودعا رابعا وأجلسه مع الثالث وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. هذا من تحري ابن عمر رضي الله عنه السنة والعمل بها. قال ابن بطال وكلما كثر الجماعة مع الذي لا يناجى كان أبعد لحصول الحزن ووجود التهمة فيكون أولى، يعني إذا جلبت عدد أكبر فيكون الجواز أوجه. ويؤخذ من قول حتى تختلطوا بالناس أن ذلك جائز سواء جاء الرابع اتفاقا أم عن طلب كما فعل ابن عمر، يعني كلمة تختلطوا بالناس تشمل عمدا وبغير عمد، أنتم تذهبوا إلى مجموعة من الناس أو تقولوا لمجموعة من الناس أن يأتوا أو جاء هؤلاء بدون طلب، هنا ارتفع الحكم ممكن يتناجى اثنان. من صور التناجي المباح أن يتحدث مجموعة من الناس مع بعضهم البعض دون مجموعة أخرى، هذا يحدث مثلا أحيانا في الأعراس اجتماعات كبيرة وطرف المجلس. قال ابن كثير رحمه الله وحديث عائشة في قصة فاطمة دال على الجواز، قالت عائشة كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن واحدة، فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأها قال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فسألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت، فعائشة ما نسيت الموضوع، قلت عزمت عليك بمالي عليك من الحق، أنا زوجة أبيك وأنا أم المؤمنين بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة أيضا حريصة على التعلم، فقد تكون هذه المعلومة مفيدة فتنتفع بها. فقالت فاطمة رضي الله عنها أما الآن فنعم، الآن بعد وفاة والدي عليه الصلاة والسلام لا حرج أن أطلعك على ما دار، سارني في الأولى فأخبرني أن أجله قد اقترب فبكيت بكاء الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال يا فاطمة أما ترضي أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة، فضحكت ضحكي الذي رأيت، رواه مسلم. والشاهد من الحديث جواز مناجاة الجماعة دون جماعة أخرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سار فاطمة وفي المجلس زوجاته. وعن سعد رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، فترك منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت ما لك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما الحديث، ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ممكن يعطي واحد يتألف قلبه، لو ما أعطاه ممكن يكفر ولا يرتد ولا ما يثبت على الإسلام أو يزداد شر للمسلمين ويبقى على كفره، أو فيعطيه ليجلبه للإسلام أو ليثبته على الإسلام أو ليكتفي شره.
وما يعطي ناس أتقى منه وأرسخ قدما في الإسلام منه وأثبت منه، ما يعطيهم، يكلهم إلى الله، يكلهم إلى ما أودع الله في قلوبهم من الغنى والاستغناء. لكن الشاهد بالحديث ما هو؟ أن سعدا جاء وسار النبي عليه الصلاة والسلام لينبه على شيء، ظن أنه لعل النبي عليه الصلاة والسلام ما انتبه، كيف يعطي هذا وفي واحد يعني أحق، يمكن حتى أفقر أشد حاجة. ففي هذا دلالة على أن المنع يرتفع إذا بقي جماعة لا يتأذون بالسرار. ومن الصور المباحة إذا أذن الثالث الاثنين في التناجي دونه إذنا يدل على رضا وليس بالإحراج والإكراه، عن إذنك يا أخي وبالقوة يعني حتى لو ما رضوا، فهذا تسمح ولا ما تسمح، يعني هنا صارت كأن المسألة تهديد ولا إرغام. فإذا متى يرتفع المنع؟ إذا أذن الثالث عن رضا، لأن عدم التناجي بحضرته حق له، فإذا أسقط حقه ارتفع الحكم وهو النهي، ارتفع النهي. وسئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله لو تناجى اثنان بإذن الثالث فهل في هذا حرج؟ قال لا، لو كان بإذني فلا بأس. طيب من الحالات إذا كانت المناجاة لا تحزن الثالث ولا يبالي بذلك، إما لأنه قوي لا يهابهما ولا يخافهما، أو قوي في شخصه وقلبه فلا يضره تناجي اثنان دونه بصراحة، يعني هو يأذن بذلك ويقوله، وليس نستنبط ذلك استنباطا معرضا للخطأ، يعني ما نقول والله الآن يعني كأن هذا الشخص إن شاء الله ما يمانع، والمسألة يعني استنباط غير قائم على قرائن ولا على إذن صريح ولا على شيء كذا، يعني مجازف يمكن ما يزعل، إن شاء الله إن شاء الله أنه ما يزعل. أنت عندك نص الآن، فإما يكون عندك يعني بينة أنه ما يزعل ولا ما تتناجى. والأحكام الشرعية مبنية على العلل والمناسبات، لأنه لما نهى عن التناجي بيّن السبب من أجل أن ذلك يحزنه. فإن قال قائل إذا كانوا خمسة وتناجى اثنان أحدهما كبير القوم أو عالمهم أو أميرهم، فاستبد به أحد الناس يكلمه ويناجيه ويسأله والآخرون ساكتون، هل يدخل هذا النهي في العلة؟ أو تقول إنه من الخطأ أن يحزن الآخرون؟ فأجاب الشيخ العثيمين رحمه الله عن هذا السؤال، هذا منهي عنه أيضا، لأن ذلك إذا كان يحزن القوم فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا استأثر شخص بالعالم أو الأمير أو الوزير يسأله ويطلب منه فلا شك أن ذلك يحزن الآخرين ويضر بهم، ولذلك يلام فاعله، يجي في مجلس عام يقول تعال خليك من هذول، أو أنه بحركته وكلامه واضح أنه يريد أن يعزله عنهم وأن يستفرد به دونهم. طيب إذا تناجى اثنان ابتداء ويوجد شخص ثالث كان بحيث لا يسمع كلامهما لو تكلم جهرا فأتى ليستمع، فلا يجوز كما لو لم يكن حاضرا معهما أصلا. عن سعيد المقبري قال مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث، فقمت إليهما فلطم صدري وقال إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما حتى تستأذنهما، رواه البخاري في أدب المفرد. وزاد أحمد قوله أما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تناجى اثنان فلا يدخل معهما غيرهما حتى يستأذنهما؟ صح ولا البان. قال ابن عبد البر لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين في حال تناجيهما. وقال ابن حجر رحمه الله ولا ينبغي لداخل القعود عندهما ولو تباعد عنهما إلا بإذنهما، صار هما صاحب الحق. ليش؟ قال لما افتتح حديثهما سرا وليس عندهما أحد دل على أن مرادهما ألا يطلع أحد على كلامهما، وقد يكون لبعض الناس قوة فهم بحيث إذا سمع بعض الكلام استدل به على باقيه. فالمحافظة على ترك ما يؤذي المؤمن مطلوبة وإن تفاوتت المراتب، يعني إذا رأيت اثنين يتسران فلا تدخل بينهما ولا تجلس إليهما ولا تجلس بدون انتباههما
فإذا التفت يعني شعر بالحرج وصار يريدان التوقف عن هذا بسببك، وقد سبق في المجلس والمناجاة، فلا يجعل المسلم أخاه المسلم في موقع حرج، يعني لا يقوم بتصرف يجعل ذلك الأخ يشعر بالإثم وربما لم يكن سببا. قال النووي: النهي في الحديث للتحريم إذا كان بغير رضاه. طيب الآن واحد يكلم زوجته أو يكلم شخصا بالهاتف واضح أنه يسر إليه، يعني من طريقة الحديث والقرينة وضع اليد مثلا خفض الصوت، فهل يجوز أن تأتي وتجلس بقربه؟ الجواب لا، لكن لو أنه معك أصلا فأنت لا تناجي إلا بإذنه أو وجود قرائن تدل على رضاه. طيب الحديث الخامس والأخير في هذا الدرس عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ آخر عند مسلم: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. دل الحديث على أنه لا يجوز للشخص أن يقيم أخاه من مجلسه ليجلس فيه، بل السنة في حقه أن يجلس حيث انتهى به المجلس. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: من سبق إلى مجلس علم أو مجلس رئيس لا ينحى منه لمجيء من هو أولى منه بالجلوس في الموضع المذكور، بل يجلس الآتي حيث انتهى به المجلس. وروى أبو داود والنسائي والترمذي وصححه الألباني عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي، أي حيث ينتهي المجلس إليه. ففي هذا الحديث أن الرجل إذا دخل المجلس يجلس فيه حيث ينتهي به المجلس ولا يترقب، فضلا عن أن يطلب أن يقوم له بعض أهل المجلس من مجلسه، فإن هذا منهي عنه صراحة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه. فبعض الناس يدخل المجلس يسلم، الآن انتهى المجلس مثلا في الكرسي الفلاني، تلقاه يروح إلى وسط المجلس ويقف ينتظر من الذي سيخجل ويقوم، فلماذا يحوجهم إلى هذا؟ خلاص يجلس حيث انتهى بك المجلس. كان للشيخ الألباني رحمه الله درس في المدينة عندما كان يدرس في الجامعة الإسلامية، والمجلس ممتلئ إلى باب المجلس والأحذية عند الباب، فجاء العلامة المبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي شارح الترمذي من كبار علماء الهند أصحاب العقيدة الصحيحة ومن الراسخين وصاحب أدب وصاحب زهد، مقام هذا لا شك يعني من جهة الفقه والعلم أعلى من كل الموجودين في المجلس ومن هؤلاء الطلاب الجالسين، فسلم فارتعبوا الطلاب دخل وجلس عند الأحذية، الشيخ جلس عند الأحذية، حاولوا طلبوا ألحوا عليه رفض أن يقوم من مكانه. يعني هذا واحد عالم كبير، هذا يعني صاحب قدر عظيم داخل عليهم، يعني هذا كأنهم هم يتمنون أن يروه أصلا، ومع ذلك رفض أن يقوم ويجلس في صدر المجلس أو في مكان آخر، وأصر أن يجلس حيث انتهى به المجلس. وقد روى أبو داود والنسائي والترمذي عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي، يعني حيث ينتهي المجلس إليه. وقد اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والأحكام، ومنها: أولا، هل هذا النهي للتحريم؟ ظاهر الحديث يدل على أنه يحرم على الإنسان أن يقيم غيره من مجلسه ليجلس فيه. قال النووي: هذا النهي للتحريم، فيحرم على غيره إقامته لهذا الحديث. طيب ما هي الحكمة من هذا النهي؟ ليش يعني نهى أن يقيم الرجل من مجلسه وجلس فيه وأن عليه أن يجلس حيث انتهى به المجلس؟ الحكمة من هذا النهي أمران: الأول منع تكبر بعض الناس على بعض، لأن إزالة هذا الرجل من مجلسه وإجلاس غيره مكانه فيه استنقاص حق المسلم واستصغاره، استنقاص واستصغار له،
ونوع تكبر من الرجل الجالس مكانه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بشريعة حثت على التواضع ونهت عن الكبر. وقد روى أبو داود عن عياض بن حمار أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. صحة ولا البالي. الثاني من الأسباب والعلة في النهي أن مثل هذا العمل يوجب الضغائن في الصدور والأحقاد، تقيم واحد وتجلس مكانه. وأيضا فالناس في المباح سواء، فالسابق أحق، ومن سبق إلى مباح فهو أحق به، ومن استحق شيئا فأخذ منه بغير حق فهو غصب، والغصب حرام. بعض الناس يعني ربما يفعل من جهله أشياء، يعني واحد يمكن من الغرابة يعني ما يمكن لا يضحك، يعني من الجهل. يقول أحدهم: كنت قائما خلف الإمام في الصف أثناء الصلاة، فدخل واحد من كبار السن وما وجد مكانا في الصف، يقول فجاء من خلف وسحبني ودخل مكاني. يعني إيش تبغى؟ جهل، قلة ذوق، مخالفة الشرع، غصب المكان، التصرف في الهام، التشويش على المصلي، أخذ ما ليس بحقه. هذا مسكين يقول يعني أنا من الدهشة يعني ضحكت ورحت عدت الصلاة، يعني إيش أسوي؟ يعني خاصة معه الآن والأرجع أجر وأجر في الصلاة. المسألة الثانية في الحديث هذا: هل الحكم عام في جميع المجالس؟ ذهب بعض أهل العلم إلى تقييده بيوم الجمعة مستدلين بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول افسحوا. لكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، فذكر يوم الجمعة في الحديث لا يقتضي تخصيص الحكم به، وإنما خص الجمعة بالذكر لأنه يوم يحدث فيه ازدحام، وقد يعمد بعض الناس إلى أن يقيم شخصا من مكان يجلس فيه، وقد يخطر ببال بعضهم أن يفعل هذا، ولذلك ذكره. وليس للتخصيص به ليخصص الحكم بيوم الجمعة وصلاة الجمعة والمسجد، كلا. قال الشوكاني: ذكر يوم الجمعة في حديث جابر من باب التنصيص على بعض أفراد العام، لا من باب التقييد للأحاديث المطلقة، ولا من باب التخصيص للعمومات. فمن سبق إلى موضع مباح سواء كان مسجدا أو غيره في يوم جمعة أو غيرها لصلاة أو لغيرها من الطاعات فهو أحق به. نيل الأوطار. فمن سبق إلى مجلس الشيخ وجلس أمامه، كم جاء واحد بعد ساعة جاء قال وخر وخر أنا جاي، هذا غصب للمكان وازدراء للمسلم وخالف الحديث، لا يجوز. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن جريج قال: سمعت نافعا يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها. قال المهلب: هذا على العموم كما قال نافع، لا يجوز أن يقيم أحد أحدا من مكانه، لأنه من سبق إلى موضع من مواضع الجماعات التي تساوى الناس فيها فهو أحق به لبداره إليه. شرح ابن بطال. قال النووي: فمن سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره يوم الجمعة أو غيره لصلاة أو غيرها فهو أحق به. ثالثا: ما المقصود بالمجلس الذي لا يجوز أن يقام الرجل منه؟ الجواب: هو المجلس الذي يجلس فيه الإنسان، ولفظ الحديث يفيد العموم في كافة المجالس، فينهى الرجل أن يقيم أحدا من أي مجلس جلس فيه. لكن قال ابن أبي جمرة: قواعد الشرع تخصصه فيما ليس له مالك. يعني أنت جئت إلى مكان ليس له مالك فسبقت إليه، مسجد مثلا، مكان على الرصيف في الحج، خيمة في منى، مكان لخيمة في منى كما هو المفترض أن يحصل أصلا، أن للحاج الذي يسبق إلى المكان في منى فهو أحق به.
مزدلفة، عرفة، واحد سبق إلى مكان وضع فيه فراشه، ما هو مكان لأحد، الذي يسبق يجلس، هذا هو الأصل في أراضي المشاعر. طيب سوق، قيل هذه بقعة رحبة، من أتى ببضاعة يبيعها هنا، فأي واحد جاء بسط بضاعة أولا في المكان فهو أحق. غير الأسواق التي فيها محلات مستأجرة، لأن صاحب المحل المستأجر الذي دفع المال هذا أولى وأحق لا شك، غير المحل الذي هو ملك لشخص معين فلا شك أن صاحب المحل أحق. ولو جاء واحد سبقه، لو الآن جاء واحد إلى مثلا عتبت باب شخص وجلس، وجاء صاحب البيت قال يا أخي قم منه، قال أنا سبقتك، يقول أنا سبقتك في بناء البيت كله، هذا ملكي. فإذن إذا كان المكان مملوكا لشخص فهو أحق به سواء جاء أولا أو تاليا. لكن الأماكن العامة، المساجد، أسواق، مكتبات العامة، حدائق، مشاعر الحج، فلو أنك مثلا الآن أنت سبقت إلى مكان في شاطئ البحر، شاطئ عام ليس ملكا لأحد، فجلست الشاطئ مكان هذا، هو قام جاء واحد يقول ابعد شوي، ابعد منه، تقول ليش؟ لماذا؟ أنا سبقتك إليه، أنا أحق به، جئت قبله، أنت تملكه، أنت مستأجره. فإذا هذا خاص الحديث بالمكان الذي ليس له مالك، فمن جاء أولا ومن سبق فهو أحق. وأما الأماكن الخاصة التي هي ملك لأناس معينين فيجوز لصاحب الملك أن يقيمه منها، لأنه ليس من حقه الجلوس فيها بغير إذنه. قال ابن أبي جمرة: وأما المجالس التي ليس للشخص فيها ملك ولا إذن له فيها فإنه يقام ويخرج منها. فتح الباري. طيب، من الأشياء أيضا التي تتعلق بهذا الجلوس على تكريمة الرجل، فإن له أن يقيمه منها، لما رواه مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ينصب نفسه إماما في الصلاة في بيت ذاك، لا، قال: ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. ما معنى التكريمة؟ الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعد لإكرامه. فالآن بعض أصحاب البيوت مثلا قد يجعل في المجلس كرسيا متفردا عن بقية الكراسي، قد يكون أكبر أكثر راحة في الجلوس، هذا من التكريمة هذا المكان. فما يأتي واحد إلى بيت مثلا عالم، ومجلس العالم الذي هو من بيته فيه هذا المكان، فيسبق إلى الكرسي هذا ويجلس فيه ويقول أنا سبق، فيقال لا تقعد على تكريمته إلا بإذنه. قد يكون حين هذا كنب وباقي كراسي مثلا عادي، لا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. رابعا، هل هذا الحكم في جميع الناس عام؟ ظاهر رفض الحديث يفيد العموم في كل جالس، فكل من سبق إلى مجلس فهو حق به حتى ولو كان طفلا صغيرا، ولكن العلماء خصوا منه بعض الناس أيضا، مثل المجنون، قالوا إذا جلس في مجلس واحتاج غيره إلى الجلوس فيه فإن له أن يقيمه، ومثله السفيه. ويستثنى من العموم أيضا كل من يجلس في مكان ويكون في جلوس أذية للآخرين، يجوز أن يقام من المكان ويصرف عنه، لحديث لا ضرر ولا ضرار. ومن ذلك من أكل ثوما وجاء جلس وسط المصلين، ولما جاء وقال يا أخي قم كيف أنت، قال أنا سبقت، ما أحد يقيمني من المكان، لا أحد يقيمني. نقول تقوم رغما عنك، تحمل حملا إلى تخرج خارج المسجد إلى البقيع، كانوا في عهدهم يخرجون إلى البقيع الذي يأكل ثوما. قال ابن أبي جمرة رحمه الله عن هذا الحديث: وليس عاما في الناس، بل هو خاص بغير المجانين ومن يحصل منه الأذى، كآكل الثوم النيئ إذا دخل المسجد، والسفيه إذا دخل مجلس العلم أو الحكم. مجلس علم، جاء واحد سفيه لا يبالي بالاستماع، وأي شيء يقول الشيخ يعلق عليه،
ويعتبر المجلس مثل الحراج في السوق وصرف عصر، هذا يقام يطرد حتى لو قال أنا جيت وأنا أخذت المكان هذا وأنا أحق به وأنتم تقيمونني وأنتم تخالفون. نقول هذا لست من أهل الحديث هذا، يمشي أنت تخرب المجلس. المالك رحمه الله وغيره كان يطرد المبتدع، إذا جاء مبتدع إلى مجلسه طرده احتقارا لهم وإذلالا لأهل البدع وتثبيطا لمن ينحو منحاهم وينهج نهجهم يسير مسيره في بدعته. إذا عرف أنه جاء إلى واحد مثل مالك ويطرده أمام الناس يعني خلاص هذا يسقط سقوطا كليا. وقال ابن رجب رحمه الله واستثنى بعض الشافعية أيضا ثلاث صور، وهي أن يقعد في موضع الإمام أو طريق الناس ويمنعهم الاجتياز أو بين يدي الصف مستقبل القبلة. فتح الباري لابن رجب. موضع الإمام هذا للإمام معروف، يعني ما يأتي ويقول أنا سبقتك يا أيها الإمام. هل لو واحد جاء وطلع على المنبر جلس جاء الخطيب يقول يا أخي يقول أنا سبقتك دبر نفسك، فهذا أصلا مكان معروف أنه لهذا الشخص لا يقوم فيه غيره. وكذلك الفصل الدراسي، الآن قد تعمد إدارات بعض المدارس إلى ترتيب الطلاب داخل الفصل بحسب طول الطالب فيجعلون الأقصر أمام والأطول وراء، وقد يرتبونهم بطريقة أخرى تعتمد على مثلا النظر ضعف النظر، تعتمد على التشويش، اعتبارات معينة. خلاص هذا يسار فيه على إيش؟ على نظام الإدارة. لكن أحيانا إدارة المدرسة ما تتدخل ما تتدخل وتقول كأنها تقول للطلاب بعد الطابور الصباحي ادخلوا الفصول أول يوم في المدرسة، الذي يأخذ مكانا يجلس فيه إلى آخر السنة. فالطلاب يتسابقون، من سبق إلى كرسي في الفصل فهو أحق به، خلاص تهينا، لأنهم ما عندهم نظام القائمين على المكان اعتمدوه في من يسبق أو في من يوضع، لأن الإدارة القائمة على هذا المكان لم تعتمد نظاما في ترتيب الناس، فمن سبق إلى مكان جلس. لكن لو جاء واحد من الطلاب وذهب إلى طاولة المدرس وجلس في الفصل ولما جاء المدرس قال أنا سبقت وأنا أحق به، فهذا يمنع معروف. طيب، نرى في بعض الحفلات أو الأعراس أو المحاضرات التي تكون في صالات مثلا أن هنالك كراسي مكتوب عليها محجوز محجوز محجوز، أو فيها اسم الشخص فلان الفلاني فلان الفلاني، على كل كرسي اسم الشخص. الجهة القائمة على المكان المالكة له أو المستأجرة له أو المستأذن باستخدامه المأذون لها باستخدامه رتبت الناس بهذه الطريقة وجعلت هذا المكان محجوز لفلان وهذا محجوز لفلان. ففي هذه الحالة ما يقال من سبق فهو أحق وخذ ارفع الورقة واجلس، لا. بعض المطاعم مثلا فيها طاولات مكتوب على بعضها محجوز، لأن هناك نظاما عندهم أن من يريد الإتيان المطعم ويتصل قبل يحجز له طاولة معينة. مثل هذه خلاص منتهية مفروغ وضعها إيش معروف. الأماكن العامة التي ليست ملكا لأحد ولا أحد استأجرها ما في أحقية معينة، إذن هذه التي يأتي إليها يجلس فيها. وكذلك الأماكن التي من ملكها أو استأجرها أو حجزها أذن لمن سبق أن يكون فيها، قال خلاص الذي يسبق يجلس. ألا ترى أن الطائرات مرتبة الكراسي بحسب بطاقات يدخل المسافرون إليها يجلسون فيها، كل واحد خصص له مقعد. وبعض الطائرات في بعض الحالات يقولون الجلوس حر، يعني يا أيها المسافرون من سبق إلى مقعد في الطائرة فهو أحق به. يا إذا فترى الناس يتسابقون إلى
المحلات التي في المقدمة أو المحلات التي بجانب النافذة حدائق فيها ألعاب، حدائق عامة. جاءت عائلة إلى لعبة، ولدهم سبق إلى اللعبة ليلعب، جاء والد عائلة ثانية دفع اطلع طلع. معرفة الحديث هذا مهم ليقضى بين الأطفال هؤلاء في الألعاب بحسب من سبق، لكن يراعى فيه أيضا ماذا؟ العرف والعادة والنظام القائم والسائد. فالآن هل من سبق إلى لعبة في الألعاب العامة خلاص يعني هو يعني يجلس فيها إلى آخر اليوم، يحتلها احتلالا يعني كأنه له صك مكتوب على ملكيتها؟ لا طبعا. ولذلك إذا كان العرف خلاص يعني من جاء إلى مكان لعب في مدة معينة يقوم خلاص ينصرف ويمكن الذي بعده من الحضور واستعمال المكان. طيب استثنى بعض العلماء من الحديث هذا من سبق إلى مكان الصغير خلف الإمام أو في الصف الأول، قالوا إذا جاء الصغير إلى الصف الأول فله أن يرجعه ويقف مكانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قالوا: وأولو الأحلام هم البالغون والنهى العقول، يعني العاقلون البالغون. قال النووي في هذا الحديث: تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام لأنه أولى بالإكرام، ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو أولى، ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيره. يعني الصغير لو الإمام أخطأ ما يفهم وما يقول سبحان الله، ما ينبه ربما، الكبير غير. طيب، ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيره، انتهى. وروى النسائي عن قيس بن عباد قال: بين أنا في المسجد في الصف المقدم فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحاني وقام مقامي. هذا خاص بإيش؟ بما هو خلف الإمام. فوالله ما عقلت صلاتي، يعني مما وجدت في نفسي ومن الغضب، كيف أنا أسحب من مكاني خلف الإمام وأنا جئت قبل؟ فوالله ما عقلت صلاتي. فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب، صحابي كبير جاء وسحب الولد من خلف الإمام. الآن عرف، يعني صار المسألة فيها اعتبار، يعني شيء لا بد من سماعه. قال أبي بن كعب للغلام: يا فتى لا يسوءك الله. هذا دعاء له أن يبعد الله عنه السوء. فأبي لما فعلها بين عذره، بين بعد ما انتهت الصلاة، قال: يا فتى لا يسوءك الله، إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه، أن نكون خلف الإمام. وصححه الألباني. قال ابن رجب رحمه الله: ويستثنى من ذلك الصبي إذا كان في الصف وجاء رجل فله أن يؤخره ويقوم مقامه، كما فعله أبي بن كعب بقيس بن عباد، وقد ذهب إليه الثوري وأحمد. وإن كان الذي في الصف رجلا وكان أعرابيا أو جاهلا لم يجز تأخيره من موضعه. إذن ابن رجب خصه بإيش؟ بالصغير. لكن لو كان الذي خلف الإمام كبيرا، رجلا كبيرا بالغا، لا يسحب، لا يقام عن المكان، لا يقام. قال: ولو كان جاهلا، يعني عنده القضية قضية السن، هذه معتبرة أولو الأحلام، ولأن الغالب أن الكبير أعقل من الصغير وأنبه. طيب، قال أحمد: لا أرى ذلك، فتح الباري لابن رجب. وقال الإمام أحمد: يلي الإمام الشيوخ وأهل القرآن وتؤخر الصبيان والغلمان ولا يلون الإمام المغني. إذن رأي أحمد رحمه الله أن الغلمان أو الصبيان هؤلاء الصغار لا يلون الإمام، للحديث: ليلني منكم الأحلام والنهى. وذهب الشافعية إلى أن الصبي لا يؤخر عن الصف الأول إذا سبق إليه، لأن الحديث عام لم يفرق بين صبي وغيره. ومن المعاصرين رجح هذا القول، أن الصبي لا يسحب من خلف الإمام ولا يقام من خلف الإمام
ذهب إلى هذا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، فالملاحظ أنهما ذهب مذهب الشافعية ولم يذهب مذهب أحمد. وقال الشيخ بن عثيمين إن تأخيرهم عن الصف الأول بعد أن كانوا فيه يؤدي إلى محذورين. المحذور الأول كراهة الصبي للمسجد، لأن الصبي وإن كان صبيا لا تحتقره، فالشيء ينطبع في قلبه لا تحتقره، فالشيء ينطبع في قلبه. المحذور الثاني كراهته للرجل الذي أخره عن الصف. فالحاصل أن هذا القول ضعيف، أعني القول بتأخير الصبيان عن أماكنهم، هذا رأي الشيخ بن عثيمين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فمراده صلوات الله عليه وسلامه حث البالغين العقلاء على التقدم لا تأخير الصغار عن أماكنهم. إذن هذه يعني مسألة اجتهادية، هذا مذهب الحنابلة وهذا مذهب الشافعية. المسألة الخامسة، إذا اعتاد إنسان الجلوس مكان معين بحيث عرف أن هذا المكان يجلس فيه فلان، فهل له أن يقيم من سبقه إليه؟ مثال، واحد من الباعة معتاد دائما يأتي يجلس في الرصيف في مكان معين حتى عرف به، كل يوم يأتي وكل جمعة يكون في نفس المكان، فهل اعتياده المجيء في هذا المكان يعطيه نوع أولوية أو ميزة بحيث لو جاء واحد آخر سبقه إليه له أن يقيمه منه ويقول أنا هذا المكان من زمان أجلس فيه وانت اليوم أخذته علي، فهل له ذلك أم لا؟ قال الحافظ بن حجر قال القاضي عياض اختلف العلماء في من اعتاد بموضع من المسجد للتدريس والفتوى، فحكي عن مالك أنه أحق به إذا عرف به. الآن ممكن شيخ معروف أنه درسه في هذا المكان، خلي الآن قضية الجهة المنظمة وأن يكون في الحرم كراسي وإدارة الحرم تعين الكرسي الفلاني للشيخ الفلاني، لا خل نقول هذا مسجد ما في إدارة معينة تنظم أشياء معينة، ومسجد كل من جاء يأتي يدخل ومن سبق إلى مكان فأحق به، ويمكن فيه أكثر من شيخ وأكثر من مدرس تحفيظ، فجاء مدرس وجلس مكان مدرس آخر اعتاد أن يجلس في ذلك المكان، إيش نقول من هذه الجهة؟ قال اختلف العلماء في من اعتاد بموضع من المسجد للتدريس والفتوى، فحكي عن مالك أنه أحق به إذا عرف به، والذي عليه الجمهور أن هذا استحسان وليس بحق واجب، ولعله مراد مالك يعني استحسن أن يبقى له. وكذا قالوا في مقاعد الباعة من الأفنية والطرق التي هي غير متملكة، من اعتاد بالجلوس في شيء منه فهو أحق به حتى يتم غرضه، إذا تم غرضه قام ممكن يجي أي واحد بعد الأسبق ويأتي فيه. قال وحكاه الماوردي عن مالك قطعا للتنازع، وقال القرطبي الذي عليه الجمهور أنه ليس بواجب. إذن يعني إيش؟ أولى من اعتاد على مكان في المسجد يدرس فيه مثلا فهو أولى من غيره، بس أولى، ما قالوا واجب وما يجوز، لا أولى. قال النووي إلا أن أصحابنا استثنوا منه، يعني من حديث منع الرجل من إقامة آخر من المجلس إذا سبق، قال ما إذا ألف من المسجد موضعا يفتي فيه أو يقرأ قرآنا أو غير من العلوم الشرعية فهو أحق به، وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه. وفي معناه من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة، يبيع يأجر معاملة يعامل الناس. قال الشوكاني ومثل ذلك الأماكن التي يقعد الناس فيها لتجارة أو نحوها، هذه السوق كان بسطات ما هم مخصص لأشخاص معينين أو في أحد استأجر بسطة أو دكة أو لا، هذا السوق كان مفتوح للناس، إن كان متعود أنه يجي كل يوم في مجلس معين أحسن أن يكون هو فيه، ولكن ليس على سبيل الوجود. قال الشوكاني ومثل ذلك الأماكن التي يقعد الناس فيها لتجارة أو نحوها، فإن المعتاد للقعود في مكان يكون أحق به من غيره إلا إذا طالت مفارقته له بحيث ينقطع معاملوه، يعني واحد غير المكان وانتقل مثلا إلى مكان آخر ولا انقطع عن السوق
بحيث أن الزبائن المعتادين له ما عادوا يأتوا. في هذه الحالة ماذا؟ يسقط حقه. طيب، بقيت ثلاث مسائل في هذا الحديث، وهي: هل يجوز الإنسان أن يحجر مكانا في المسجد؟ ومن جاء إلى مجلس المسجد أو غيره فوجد سجادة قد وضعت أو ثوبا، فهل يجوز أن يبعدها ويجلس مكانها؟ ومن قام من مجلسه ثم رجع فوجد غيره قد جلس فيه، فهل يجوز له أن يقيمه مكانه؟ وإذا قام من سبق إلى الجلوس لغيره ليقعده في مكانه، فهل يكره أن يجلس فيه إذا آثره به أم لا؟ مسائل يسيرة باقية، سنكملها إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد. طيب، يقول السؤال: أنا امرأة متزوجة وزوجي ملتزم ولا أزكي على الله، لكنه لا يغض بصره ويرى النساء يلبسن عباءات متبرجة وأنا بجانبي ألبس عباءة فضفاضة، ويحزنني نظره، ولما ألوم ويقول لي البسي مثلهن، وقد نفذ صبري وأن يغض طرفه فلبست عباءة على الكتف، وحتى لا أكون أقل من النساء وأكون أنيقة ولا يحتقرني، هل أنا آثمة؟ إذا كان هذا أمام الناس ولا تستر هذه العباءة سترا كاملا فلا يجوز ذلك. فلو كانت تبين حجم الكتفين مثلا، يعني لو كانت على الرأس ما تبين حجم الكتفين، لو وضعت على الكتفين تجسد الكتفين، إذن لا يطاع في هذا. ويعني الآن هذا إذا كان يزيغ بصره ويطلق البصر هنا وهنا، إذا انتقلت من عباءة الرأس إلى عباءة الكتف ستنحل مشكلة الزوج هذا؟ لا طبعا، ولا أظن هذا. هذا إذا هو متعود سيطلق البصر، ويمكن يقول بعدها: خلص شيل العباية واطلعي بفستان أنيق حتى ما أطالع في غيرك. أهو سينظر، يعني سينظر. ولذلك عليها أن تطيع ربها ولا طاعة لمخلوق في معصية خالق. يقول: لا يخفى عليك مشاكل الزواج في هذا الزمان، وتجد بعض أهل الخير وطلبة العلم يعزفون عن تزويج الصالحين بحجة أن البنت صغيرة أو إكمال دراستها، وقد يكون السبب الرئيسي البحث عن غني عوضا عن هذا الشاب الذي لا يملك الكثير من المال. وربنا يقول: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. طبعا هذا يعتمد على نيته، هل هو فعلا يريد أن يبحث عن الغني، ولا هو غير مقتنع أن تكون البنت الآن في سن الزواج، لأن أي أب يريد أن ينجح الزواج، فقد يرى أن البنت ما هي ناضجة بعد. الآن لو تزوجت الآن ممكن تصير مشاكل الآن، لأنها ما هي مستوعبة الآن لقضية البيت والخدمة وتحمل المسؤوليات، فربما تقصر أول ما تدخل البيت، ما تنظف، ما تطبخ كما ينبغي، ما هي متعودة، ما في تدريب سابق ولا إلى آخره. فهو الآن يعني قال: بنت صغيرة أصبر عليها شوي، يعني تنضج لمصلحة الزواج. يجي الفائدة، زوج الآن على طول خصومات بسبب أنها ما هي متعودة على، فهو قائم يسعى في تدريبها. أما لو كان بس يريد أغنى، يعني البنت عمر ومستوى وكل شيء يعني كاملة من مجميعه كما يقولون، لا يؤخر. لماذا يؤخر؟ لا يؤخر، يعجل. خير البر عاجله، وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. الفاء تدل على تعقيب بسرعة وراء على طول. هل استئذان الشخص الثالث مع بيان طرف الموضوع يعد حلا مقبولا؟ أي نعم، يعني لو قال: يا أخي والله ترى في قضية طلاق، أو في قضية يعني زوجية، أو في قضية كذا، يعني اللي هم يفهم فرضي خلاص، واضح انه رضي بالمسار، خلاص لا بأس. بين له واستأذناه وطابت نفسه لما عرف الموضوع فعلا شخصي خاص. هل التناجي من صفات المنافقين أم أن هذا خاص بمن جاء ذكره في القرآن؟ هذا من صفات المنافقين واليهود وبعض من لم يتأدب بأذن القرآن بعد، يقع منهم تناجي أول ما يدخلوا في الإسلام. يقول: رجل يريد أن يحجز شقة في المشروعات التي تعملها الحكومة للشباب، ويدفع مبلغ شهري بسيط الآن، ويقسم باقي على أقساط شهرية لمدة 20 سنة، ثم تصبح الشقة ملكا له، وسيصبح مجموع ما يدفعه خلال هذه المدة أكثر من قيمة الشقة ب18,000. هل يجوز الحجز لهذه الشقة علما أن الحكومة بنت هذه الشقة من البنك؟ طيب، نحن الآن
لا نتكلم عن اتفاقية الحكومة مع البنك، لا ندري عنها، ما هي الاتفاقية وإيش مضمونها، وهل هو تمويل ولا ربا، هل هو تمويل شرعي، يعني أنهم اتفقوا عقد استصناع، ما ندري عنهم إيش اتفاقهم بين الحكومة والبنك. لكن واحد ويدري يشتري شقة من هذا العماير التي الحكومة اتفقت مع البنك وخلصت، طيب البنية العماير، جاء هو يبغى يشتري شقة بالأقساط، فيشتري بالحكومة، الحكومة قالت سدد في البنك هذا الحساب، روح سدد فيه، لا بأس أن يشتري ما دام الثمن معينا ولا يضر أن يكون مقسطا غير قابل للزيادة، خلاص هو هذا محسوب فقط لا غير، يودع في حساب البنك مثلا، يودع شهريا سنويا يودع. ما حكم تسمية البراكين والزلازل كوارث طبيعية؟ إذا قصد بكوارث طبيعية يعني تقع في الطبيعة فهي تقع في الطبيعة، نعم، وإذا قصد أن الذي يحدثها هي الطبيعة فهي تخلقها، هذا كفر. ماذا نقول ونناصح من شغلته الدنيا وعمله عن طلب العلم والتفقه في الدين؟ نبين له يعني بقصص بعض العلماء يحصل إن شاء الله المقصود، وأمثلة في ذم من شغل بالدنيا وتحفيز النفوس لطلب الآخرة وأن علم الدين أولى. هل يجوز المرأة المتنقبة أن تكشف وجهها أمام زوج أختها أو شقيق زوجها؟ الجواب لا، لأن زوج الأخت ليس بمحرم ولا شقيق الزوج. امرأة تسأل وتقول تزوجت حديثا وكانت تعاني من أمراض ولم يعرف زوجها، فهل من الحرام ألا تخبره؟ إذا كان يؤثر على الحياة الزوجية فلا بد أن تخبره، ومن الغش أن لا تخبره. نفرض مثلا أن هذا مرض الصرع، أن هذه المرأة تصرع كل يومين ثلاثة في الأسبوع، تصرع تسقط مغشيا عليها جلسة فترة، وقد ترغي وتزبد، وقد يكون يعني فيها يرافقها أشياء من الضرب والصياح والصراخ والزعيق، نوبة عصبية وتصير مثل المجنون تضرب وتكسر وتسقط أرضا يغمى عليها، طيب هذا كله ما يخبر به؟ يخبر، من حق أن يعرف ويقرر بعد ذلك. وبعض الناس يقول طيب ما أحد يتزوجها، هذا غير مبرر، يعني يكون واحد يقول طيب لو عرفوا ما تزوجوها، نقول لا يبرر، لازم البيان، لابد من البيان. امرأة تسأل ما حكم الدعاء لأبنائها وهي غاضبة ثم استغفارها لذلك؟ لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم إلا بخير، فإذا تجتنب الدعاء عليهم وتدعو لهم. توفي والدي منذ أيام ودخلت عليه بعد الوفاة فرأيت وجها مبتسما ومستنيرا، فهل هذا له دليل على شيء؟ يرجى 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 أن يكون هذا إن شاء الله من حسن الخاتمة. طيب، لا أبكي يا شيخ عند قراءة القرآن، إن مررت من آيات عذاب استعذت بالله، وإن مررت من آيات نعيم سألت الله من فضله، وإن مررت من آيات تسبيح سبحت ونزهته وحاول أن أستشعر عظمة الله، لكن لا فائدة، لا يهتز قلبي رغم أني أتأثر عند سماع القرآن وأبكي. يعني أنت إن شاء الله يرجى لك الخير ما دمت تقرأ القرآن، هذا إنجاز، وما دمت تستعيذ عند آيات العذاب وتسأل عند آيات النعيم وتسبح الله تنزهه، هذا إن شاء الله من التفاعل مع القرآن. وسيأتي يعني تقول لا يهتز قلبي استشعار عظمة الله، لا عندك نسبة منها، وإن كنت يعني ربما لا تراها كبيرة، لكن عندك نسبة منها، وستزداد إن شاء الله بمرور الوقت وكثرة القراءة، وخصوصا عندما تقرأ تفسير ما تتلوه، لأن الواحد كيف يستشعر عظمة الله ويهتز قلبه إذا كان لا يعرف معاني ما يقرأ، فهذه من أهمية بمكان. سجلت بمركز القرآن وعلم الشرعي بفضل الله وأسأل الله الثبات، وكنت أتجمل قبل الذهاب المركز، لكن والدي طلب مني عدم التجمل رغم علمي بأن المركز نسائي ولا أعلم لماذا، فهل تجب طاعته؟ يعني هو يمكن يخشى عليها، يخشى عليه، خصوصا الآن في من الفساد حتى داخل أماكن النساء، وتصوير بالكاميرا والجوال ومشاكل كثيرة، فإذا كان يعني تركت هذا التجمل أحسن، أحسن برا به ومراعاة لما يقصده من إبعادك عن تجنيبك للفتن أو ما هو موجود في حتى مع الأسف أماكن النساء. أنا إداري في إحدى المنتديات، وتوجد معنا
فتاة وضع أحد الأعضاء موضوعا يوم عاشورة واللطم فيه، فطلبت الفتاة إزالته فتم حذفه من قبل صاحب الموضوع وهو مشرف، فسأل لماذا جرف الدموع فلم يأتي جواب، فقال أحد إدارين: ما لنا دخل فيهم ولا ديننا ولا مدينهم، فما الواجب فعله؟ طبعا وضع دعاية للبدعة صور اللطم ما يجوز، فلذلك لا من رأى منكم منكرا فليغير، فلا بد من إزالته. بغض النظر عن اتجاه تلك الفتاة، وأنها أصلا إذا كانت يعني مقيمة على تلك اللطم هذا، فهي لماذا قالت يحذف؟ نقول سواء قالت ولا ما قالت، ما يجوز أن تنشر صور البدعة إلا للتحذير منها، ممكن تكون الصورة فيها نفسها سخرية بالبدعة وإدانة لأصحاب البدعة، أما صور لا، تمجد أصحاب البدعة وتبين يعني كثرتهم وشوكتهم، فلا. فأنت الآن لما تضع صورة فيها يعني دعاية لبدعة أنت تروج البدعة، هذا حرام. لكن لو وضعت صورة مع تعليق: انظروا إلى ما استزل به الشيطان، هؤلاء يقولون كذا كذا كذا، وصوته مثلا بالصوت إدانة، إذا توضع هنا إذا كان من باب الإدانة وتقديم إثبات على انحراف هؤلاء، لأن بعض الناس يجادل ويقول ما هم كذا وهذول المسلمين ومثلنا مثلهم مذهب خامس، فنقول خذ هذه إثبات واضح فيه، يعني فيه باطل واضح يعرفه العامي، العامي لو طالع في الصورة يعرف أن هذا باطل، فمثل هذا نشره لا بأس، لكن أن تنشر كل صور القوم وهم في طقوسهم ومناسباتهم فتكون للعامي نوع دعاية، للعامي المسلمين ما يعني ما يرى فيها بأسا، ما يعرف إيش الباطل اللي فيها، فيقوم يحب هالأشياء، ما يجوز. ففيها تفصيل مسألة: أخت توفاه الله وقام زوجها بعمل عمرة لها، وفي نفس العام قام أحد المعارف بعمل حج لها دون أن يعلم الاثنين ببعض، فهل هنا يسمى هذا الحج والعمرة قران وعليهم ذبح؟ الجواب لا، المعتمر شخص والحاج شخص آخر، ثم قد يكون العمرة معمولة في غير أشهر الحج فما ينطبق عليه التمتع. ثم الأخ يعني مفترض أن يقول أو المتوقع أن يقول متمتع وليس قارن. هل الحب قبل الزواج حرام؟ مع العلم أني أبي أتزوج هذه البنت ومتكلم فيها، سؤال يعني وجيه. هل الحب قبل الزواج حرام؟ إذا كان الحب هذا وقع بغير قصد، يعني واحد سمع عن فتاة مثلا في العائلة عن بنت خالته، سمع منها من أمه وأخواته وسمع ثناء عليها وجاءت أخبار من إخوانها ومن هنا ومن هنا، المهم اجتمع عنده فأحبها، أحبها لدينها لفضلها لنشاطها في الدعوة إلى آخره، لا بأس. يعني سؤال: هل أنت يعني تحب أختك في الله الداعية أو طالبة العلم أيما كانت؟ أيما كانت الجواب نعم، الحب في الله من الإيمان. لكن حين الآن ما نتكلم عن الحب في الله حتى نكون يعني واضحين، هذا يقول الحب قبل الزواج يعني الحب قبل الزواج اللي فيه يعني غرام مغازلة، يعني حب قبل الزواج في اتصالات، في تعبير عن المشاعر، في يعني صلة ما، وما يقول أن هذه يعني باب أنها من يعني حبها في الله لأنها صاحبة الدين وكذا. طيب وجدتك؟ نفس الشيء، يمكن جدتك أكثر عبادة منها، أو جدتها هي، ليش ما تحب جدتها؟ يمكن جدتها صاحبة الدين، تزعم أنك تحبها في الله؟ روح ورينا المحبة هذه في الله مع جدتها، عمرها 80 سنة في طاعة الله، مصلية مصحف على السجادة، ورينا المحبة في الله. فإذا قال هذه 18 سنة يبغى يحبها الآن، فنقول شوف هذا أول شيء، أفصل النوعين عن بعض حتى ما تلتبس الأمور ويجيبون أنا ما. أنت الآن إيش تقصد الحب؟ أي حب هذا؟ يمكن يقول الحب في الله هذه خلاص انتهينا منها ما فيه. طيب الحب الذي فيه إقامة علاقات،
يعني مكالمات ورسائل وبالدردشة وبالمنتديات وتكلم ويتكلمها، هذا فتنة وحرام، لأنه يقود إلى ثوران الشهوات والافتتان ووقوع في الحرام، إذن لا يجوز. في يعني نوع ثالث اللي هو الحب من بعيد لبعيد، هذا من بعيد لبعيد يعني ما في أي اتصالات، هذا قد يقع في نفس الإنسان بغير قصد، وهو الذي بدأت بذكره أولا، يسمع عنها فيحبها لصفات شخصية، يعني مثلا عندها حلم، عندها تواضع، عندها مثلا جودة في الطبخ، عندها ميزات، فيسمع عنها ويبدأ يتكون في ذهنه وباله ترتسم أشياء، يعني تصير أشياء. هذا الآن ما عمل شيئا، يعني ما هو راح يدور على بنات واتصالات وراح يشوف صور وعند المدارس أبواب مدارس البنات ومعاكسات، لا، ولا دخل مواقع انترنت ولا كلام، هذا كله ما سلك سبيلا محرما، لكن هو يعني بغير قصد وصل إليه أخبار، سمع أشياء، المهم صار عنده انجذاب لهذه البنت، ما سوى شيء أبدا ولا رضي، لا يرسل لها ولا يستقبل منها ولا رسائل جوال ولا أي شيء، هل يقال أن هذا يأثم؟ الجواب لا يأثم، لأن ما تقصد، يعني ما عمل أي عمل. طيب ماذا عليه؟ أن يسعى في الزواج بها بسرعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحابين مثل النكاح، خلاص لم يرى المتحابين مثل النكاح، يحب بنت عمه، طب طبيعي أنه سمع من العائلة نظرا لقرب بنت عمه يعني، وقد يكون وقع نظر فجأة. خلنا نكون أيضا يعني نذكر حالة واقعية، أنه واحد بدون قصد نظر فجأة، دخلت فجأة، المهم بالخطأ شاف، خلص من تلك النظرة تعلق بها، ما نظر بعد ذلك ولا تقصد أصلا، ولا يعني نظرة تلك ما حصلت بتخطيط ولا شيء، نظر فجأة نتج عنه حب. طيب إيش الحل؟ الحل هو الزواج بسرعة، لم يرى المتحابين مثل النكاح، بسرعة تزوجها. طيب وإذا ما استطاع هل يأثم؟ نقول بما أن هذا الحب نشأ بغير قصد، واثنين ما أتبعه بأي عمل، لا راح يكرر نظر ولا يرسل رسائل ولا يقيم علاقات ولا شيء، نقول إذن عليك بمجاهدة نفسك ولا تأثم، خلاص عليك أن تجاهد نفسك ولا تأثم. أما يجي واحد يقول هل الحب قبل الزواج حرام؟ مع العلم أني أبغى أتزوجها ومتكلم فيها، إذا كان يريد أن يبرر لنفسه إقامة العلاقات يقول أنا أحبها وأكلمها وأراسلها وأدخل معها في المسنجر وفي هدايا، ويعني لأني أبغى أتزوجها، نقول لا، الآن هي امرأة أجنبية، كيف تسيما علاقة؟ كيف تسيما علاقة؟ وحتى لو ارتقت القضية إلى خطبة ما لك إلا النظرة، بس تروح تنظر إليها نظر الخاطب مخطوبة، ما هو علاقات، فكيف وأنت لسه ما خطبتها أصلا تقول متكلم فيها؟ فإذا بعض الناس عندهم كذا، يعني سبحان الله العظيم، مبدأ ما أدري كيف، هو إذا يقول لك إذا نويت تتزوجها خذ راحتك، إذا نويت تتزوجها. طيب أنا أنت طالب جامعي الآن في ثالث جامعة، باقي لك سنتين تتخرج، وما في زواج إلا بعد التخرج، ولا في عقد ولا خلاص، ما في شيء، تعال بعد الجامعة، إيش تقيم علاقة بحجة أنك سوف؟ طبيعي الأمر امرأة أجنبية، فكيف يحق إقامة علاقات مع امرأة أجنبية؟ فبعض الناس يستجيز لنفسه، يستبيح، ما دام إني ناوي أتزوجها فيجوز أني أكلمها وأني أطلع معها وأني أعطيها وأقيم علاقات بالكعاد، خلاص وناوي، خلاص إذن يقول هذا مدام نيتك زينة توكل، هذا الضلال، يعني هذا انحراف، لأن هذه امرأة أجنبية، كيف تجوز الخلوة وكيف تجوز الكلام بغير المعروف وكيف يجوز إبدأ؟ يعني الآن أنا واحد امرأة أجنبية ويعبر لها عن مشاعره، لاحظ يعبر لها يعني عن المحبة والهيام والإعجاب والغرام، هل يجوز؟
أن تعبر عن بحجة أنك سوف. طيب يمكن تشوف واحدة ثانية أجمل منها وتروح للثانية والأولى، هذه خلاص تصير في خبر كان المرفوع والمنصوب على المشنقة. فنقول يعني هذا ما يجوز، لأنك الآن سويت أعمال، الآن تتصل وتكتب ورسائل خروج وكلام، فهذا التطوير لا يجوز لا يجوز. اعقد عليها وخذ راحتك. اللي يبغى يسوي حب قبل الزواج، واحد كذا يعني يقول الغربيين عندهم شيء اسمه ديتينج، ديتينج يعني إقامة علاقات، أنا بسوي علاقات، يقول يا أخي اعقد عليها وسوي علاقات. خلاص اعقد عليها وسوي علاقات على كيف كيفك، خلاص روح سوي علاقات إلى أن تدخل بها، اكتب رسائل غرامية وأرسل رسائل غرامية وأرسل هدايا وادخل على المسنجر واجلس وتكلم وسوي، خلاص ما دام عقدت عليها. فإذا تبغى حب قبل الزواج يعني حب قبل الدخول، ما في مشكلة، روح اعقد عليها ومارس هواياتك، ما دام عندك هواية الحب قبل الزواج اعقد عليها ومارس الهواية، خلاص كذا ماشي، انت في الجانب الآمن في السليم. يقول أنا شخص كل ما بغيت أصلي وأتوضى يخرج البول، حاولت وعالجت نفسي بس ما في فائدة، يخرج البول غصب. إذن أنت الآن صاحب سلس، يعني بمعنى أنك مبتلى بهذه الحالة التي فيها عدم القدرة أو السيطرة على البول وعدم التحكم في خروج النجاسة. تتوضى بعد الأذان وتصلي ولا تبالي بما خرج، بس تتوضى بعد الأذان وتصلي ولا تبالي بما خرج. أفضل وقت للصلاة وطلب الرزق متى حتى لو وقت الضحى؟ أفضل وقت لطلب الرزق وهذا بين الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الوقت يعني إذا جلس لذكر الله يطلب ربه ينسحب على كل النهار، هذا الوقت الذي إذا أشغله بطاعة الله وذكره ينسحب على كل النهار، في بركة تقسم الأرزاق فيه. إذا ارتفعت الشمس صلى ركعتين ذهب، يبذل الأسباب في طلب الرزق. طيب هؤلاء الإخوة من الكلية الصناعية ويقول الحال وصل بالشباب إلى أمور مزرية في الكلية وانتشار فواحش، يعني هنا شوف سبحان الله القاذورات هذه الآن تملأ المجتمع بسبب مواقع الإنترنت، القنوات الفضائية علمت الناس على أشياء ما كانوا منفتحين عليها وفتحتهم على أمور ما كانوا مطلعين عليها، ويعني أيقظت الفتنة النائمة وأثارت الغرائز الكامنة. يعني الشخص الطبيعي عنده غريزة وعنده شهوة وكل شيء، لكن ساكنة، إذا ما في شيء أثارها ساكنة، تتصرف بطريقة طبيعية في الاحتلام في المنام والسلام. خلاص تأتي هذه الأفلام والصور وقاطع البلوتوث والمعاكسات فتثير الشهوات الكامنة، فماذا تتوقع؟ فهذا وضع غير طبيعي. يعني هو لو كان مجتمع إسلامي نظيف على الشريعة، المجتمع كله يسير على الشريعة، يعني ممكن تقع حالات، يعني حالات من المحرمات لكن نادرة، والشباب وضعهم طبيعي، ما في إثارة، ما في جنون، ما في هياج، لا يعني يدرس يعمل يشتغل، إذا تزوج مع زوجته، ما تزوج هو صابر، ما يصوم وكذا، وهذا يعني ما يحدث من تصريف الشهوة بالطريق الطبيعي في النوم، خلاص هذه هي العملية، هذا وضع طبيعي مستقر، نفوسهم مستقرة، أهدافهم واضحة، عملهم محدد. الواحد ما عنده شيء يشغل مخه وتفكيره، ولا عنده تشعبات نفسية، ولا عنده، فجأة مع هذه المصايب والبلاوي صار الشباب الآن هايج، لأن القنوات الأفلام المقاطع الصور ماذا تفعل بهم؟ إيش تسوي فيهم؟ تخليهم مثل المجانين، وربما تخرج البنت إلى الشارع كذا، يعني إلى خلاص من هول ما رأت، أي واحد يأخذها بالحرام تروح معه على طول، خلاص هذه الغرائز إذا انطلقت من عقالها وانفلتت مش اللي يردها، وهذا يحدث كل يوم. إذن
هنا المصيبة، في مصيبة الآن، مصيبة أن الشباب والفتيات مثل المجانين بفعل هذه الغرائز، إثارة الغرائز. هو مثل المارد كذا، إذا انطلق خلاص تصعب السيطرة عليه. فالمشكلة من البداية. يعني ماذا تقول الآن إذا سمعت طلاب متوسط يشوفون أفلام ويستعملون حبوب المثيرات هذه اللي يسمونها النشاطات الجنسية؟ إيش هذا؟ إيش الجنون هذا؟ طلاب متوسط، يعني أي انحدار وأي بهيمية وأي شيطنة وصل إليها الوضع هذا، هذا الوضع هذا، إيش هذا؟ ثم توقع أن هؤلاء يعني سيهدؤون ويكونون عقلاء ويدرسون ويعملون فلذلك الآن الوضع صار يعني يحتاج إلى في ضبطه، يحتاج إلى مجاهدة عظيمة، معاناة شديدة. الآن كيف تنقل هؤلاء الشباب من جو الشهوات إلى جو العبادة والقرآن والطاعة والمسجد والأخوة والدعوة والتفكر، الخوف والرجاء والمحبة والذكر، طلب العلم، الأمر معروف، النهي عن المنكر، صلة الرحم، حربة المنكرات الاجتماعية؟ يعني كيف تنقل الآن إلى أجواء الإنتاج حتى الدنيوي، يذاكر، يتفوق، يخترع، يصمم، يبتكر، يساعد، يتطوع، أعمال تطوعية، الرياضة، تدريب، ما يسمونه ألعاب القوى التي يعني فيها تصريف للطاقة، صيام، سفر، عمرة، حج، زيارة في الله. فالنقلة هذه الآن هي الصعوبة التي يواجهها المربون، كيف ننقل الشباب من أوساط الوحل هذا والعفن إلى أجواء الطاعة؟ هذه النقلة تحتاج إلى وسائل وتحتاج إلى جهد كبير جدا. يصعب أن يكون فقط الأب وفقط الأم وفقط المدرس وفقط المربي وفقط الإمام والخطيب وفقط. المسألة الآن تحتاج إلى تضافر كبير لتحدث هذه النقلة، وأيضا منع الشر وتسد أبواب الفساد قبل أن تهب منها رياح الفتنة. قبل سكر الشباك، الباب، أغلق هذا الباب. فالمعالجة الآن فيها يعني درء مفاسد وجلب مصالح، يعني نقل من جو إلى جو، ويعني تكوين بيئات صالحة للشباب نظيفة ما فيها سماع المصايب والمشاكل، هذه البلاوي التي تأتي الآن، نسوي أجواء نظيفة، يعني يسمعوا الشباب فيها من بعض كلاما شرعيا، تذكرة، موعظة، نحمد الله على ما من علينا به وهدانا للإسلام، وأما بنعمة ربك فحدث، كيف نسوي للآخرين، كيف العصاة نجذبهم، كيف المهتدين الجدد يثبتوا معنا، كيف نسوي كذا موقع لنشر الخير والعلم، كيف يعني حتى تنقلهم إلى أجواء يبدأ فيها بالإنتاج المفيد سواء كان دينيا أو دنيويا. هذا هو التحدي.